السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم مشتركي الأعزاء في قناتكم قناة نور للطرز والخياطة. اليوم بإذن الله حنديرو مع بعضنا موديل سامبل بلو بيي، بإذن الله راح يعجبكم. وقبل ما نبداو كالعادة ما تنساوش الجام 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 وخليولي تعليق حلو كيما نتوما. هنا كيما قلت لكم الموديل راح يكون بلو بيي، من بعد البنات كنخدمو نخلص حنقول لكم شحال متر دالي. هنايا البنات أنا هنايا فصلت وخلصت، يعني تفصيلة عادية كيما هما فين نفصلو طريقة الداخل في الخارج. عندي هنا مترتين من القماش، هنا الهندورات تاعنا حتكون بلا ذراعين، حتكون سون مونش. لذلك البنات راح نعطيكم كيعود هنايا عندنا الهندورة سون مونش، ما لازمش نهبطوا في خط التركيز بزاف البنات. انا هبطت هنا 20 سنتيمتر، فصلت عادي، درت عرض الكتفين، خط التركيز تاعي 20 سنتيمتر فقط، 20 سنتيمتر. درت هنايا دوام الصدر تاعي عادي كيما مال فين ديرو، درت 27. هنايا درت طول الخصر تاعي من دوران الخصر رحت للعرض تاع الجندوره كيما مال فين، تفصيله عاديه جدا. من بعد البنات راح نجيو هنا لفتحه الرقبه تاعنا الاماميه، رايحين نديرو 8 سنتيمتر كيما راكم تشوفوا هكذا 8 سنتيمتر. رايحه عمق الرقبه تاعي راح تكون 18 سنتيمتر هكذا البنات. رايحين في البدايه نديرو وكانه هنايا عندنا رقبه تاعنا دائريه كما راكم تشوفوا فيها هكذا، عفوا كاري ماشي دائريه. هنا البنات من بعد راح نجي نهبط من هنا تقريبا ب 13 سنتيمتر ونعين النقطه، من بعد من 13 سنتيمتر راح نروح للنقطه تاع 18 سنتيمتر بالطريقه هذه. هذه بالنسبه للبنات للرقبه الاماميه تاعنا. اما بالنسبه للخلف راح يكون كذلك، هنايا 8 سنتيمتر كيف كيف الهبطه تاع الرقبه. البنات نتوما حرين، انا راح ندير 8 سنتيمتر، تقدروا تعريو اكثر تقدروا تنقصوا، نتوما حرين في هذا الشيء. شوفوا معايا البنات، اول حاجه جيت درتها درت لو بي من الخلف فينيتو بلو بي عادي الخلف تاعي هنا، بعد اكيد نخيط 1 سنتيمتر تاع الخلف هكذا البنات وفينيتها بلو بي عادي هاك. نفس الشيء البنات درتو للامام الرقبه تاعنا تاع الامام كيما راكم تشوفوا، ها فينيتها كذلك بلو بي هنايا. واش هي حاجه البنات هنا راني ندير فيزلين الرقيقه، درت لا فيزلين باش نخدم عليها تجيني الخدمه واقفه البنات ومتحوفه. شوفوا معايا هنايا راني ما عنديش لي بانس البنات، مش عندي لي بانس لانه مولاتها مش حابه لي بانس. اذا بغيتوا ديروا لي بانس ديروا دوران الصدر تاعكم، زيدوا له زوج حق خياطه وزوج حق التوسيع. هذا هي البنات. من بعد واش نجيو نديرو؟ راح نجيو البنات هنا اول حاجه نديروها راح نجي ندير المعين هذا اللي راكم تشوفوا فيه، نعيل المنتصف نتاعي كيما راكم تشوفوا وندير المعين عادي. ها 4 سنتيمتر هبط، 4 سنتيمتر من هنا راح ندير 4 سنتيمتر من هنا، 4 سنتيمتر من هنا، 4 سنتيمتر، وانا شكلت المعين تاعي هذا. هذه اول حاجه نديروها. ومن بعد واش نجيبو؟ راح نجيب لو بي تاعي، لو بي تاعي البنات راح نجي نخيطو هكذا هاك، راح نقفلو مش حنخليه مفتوح هكذا. خيطي 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 حتى تقريبا خدمي لوبي تاعك اللي حتخدمي به السطر تاعك كامل. من بعد البنات قلت لكم هنا نخيطوا لوبي تاعنا هاهو بالطريقه هذه، كان هنا هاك مفتوح طبقناه على اثنين وخيطناه. من بعد البنات واش نجيو نديرو؟ نجيو نديرو على الرقبه تاعنا هاك، رايحه تجي هكا وتخيطي على الخياطه اللي خيطتيها بعد. وهنايا البنات حنديرو هنايا طيه هنا هاك الطريقه هذه، ونروحو طول مباشره للمعين تاعنا هذا. ها شوفوا معايا بالطريقه هذه نزيدوا البنات هنا راح نديروا طيه اكيد، ونروحوا للجهه هذه منا نزيدوا نديروا طيه للمعين تاعنا ونروحوا هكذا. نفس الشيء هنايا طيه خفيفه هنا، من بعد البنات نروحوا مباشره هكذا هنا للصدر تاعنا، من بعد نزيد ندير طيه ونروح نكمل ندير الصدر تاعي. هذه الخطوه الاولى. هاو البنات بعد ما درنا لوبي تاعنا الطريق الاولى هذه اللي خدمناها هاي لكم، خدمنا معها المعين كما قلت لكم. من بعد واش نجيو نديرو البنات؟ رايحين نجيو نديرو الخط الثاني. كيف رايحين نديروها البنات؟ رايحه هنايا فقط حبيت نقول لكم برك انكم تبعدوا شويه على الرقبه تقريبا 2 مليمتر ولا، وتخدموا الكالون تاعكم عفوا اللوبي تاعكم. من بعد نجيو هنايا بحوالي 2 سنتيمتر، رايحين نديرو هنا 2 سنتيمتر 2 سنتيمتر 2 سنتيمتر 2 سنتيمتر، نقعدو ماشيين بها البنات 2 سنتيمتر. بعد ما نوصلو هنا للحاشية المعين كذلك نبعدو بحوالي 2 سنتيمتر ونحبسو هنايا ونجيو بخط هاك كيما راكم تشوفو معايا هاهو. نهبطوه هنايا عندي الطول تاعو تقريبا يعني اللي يحب الحسابات 7 سنتيمتر. من بعد نروح نزيد ندير الخط الثاني هذا ونفس الشيء من هنا، رايحة نفس الخدمة اللي خدمتها من نخدمها من هنا. تقدرو بعد ما نديرو هذا الخط هنايا الاول
هكذا حتى لهنا، نجيبوا القندوره تاعنا طبقوها لاثنين ونخبطوا البنات القندوره تاعنا فقط، من بعد يخرج لنا الطباشير تاعنا من هنا، نزيدوا نعاودوا نرصقوا برك. دوك نخدموها البنات وجينا نشوفوا. هاو ليكم البنات، بعد ما درنا الطريق الثانيه تاعنا تاع لوبي كما راكم تشوفوا فيها، هاو هنايا الشكل. رايحين البنات نديروا نفس الحسابات اللي درناها في البدايه، هذه قصدي في الخيط هذا الثاني تاع لوبي، الطريق الثاني تاع لوبي. راح تجي تحسبي 2 سنتيمتر 2 سنتيمتر 2 سنتيمتر 2 سنتيمتر، نفس الشيء راح نديروا نفس الشكل المربع هذا هاك. هنايا البنات البعد هذا اللي راح نديروه باش نديروا الطريق الثالثه، عفوا هنا تحبوا تبعدوا 2 تحبوا تبعدوا 3، نتوما احرار في البعد هذا. راح نديروا نفس الحساب هكذا، نمشيو الخط هذا هكذا، نفس الشيء البنات هذا الطريق الثالثه. هما البنات بعد ما درنا الطريق الثالثه تاعنا تاع لوبي كما راكم تشوفوا فيها، شوفوا كيف خرج لنا الموديل، خرج ما شاء الله سامبل وباهي. هنايا من بعد البنات واش حنجيو نديرو؟ الحين كيما العاده رايحين نجيبو نركبو الكتفين مع بعضهم من الامام، راح نركبو الامام مع الخلف القندوره تاعنا، وهنايا راح نجي ندير لوبي نفيني بهم لي موش تاعنا كيما ما فينا البنات نفيني وعادي، كيما درت للرقبه كيما رايحه نجيب نخيط هنايا على الوجه ونقلب لداخل ونقلب عفوا للظهر ونفيني لي موش تاعنا ونلم القندوره تاعنا من بعد نشوفها في الخمه بعضنا. في الاخير البنات القندوره تاعنا كيفاش جات؟ ما شاء الله تهبل 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 كيما راكم تشوفوا فيها، سامبل البنات وباهيه هكذا كيما راكم تشوفوا فيها. هنا البنات فقط انا اللي مونش راني بهيتهم باللوبي، يعني درتو من الداخل خرجتو على على برا هكذا على الوجه باش يجيني باهي هكذا. نتوما احرى اذا حبيتوا تفينوه باللوبي الداخل والله ديروا كيما درت انا. انا حبيت نعطيكم فقط الفكره، هذا هو الموديل تاع اليوم البنات. حبيت نقول لكم كذلك انه القالون عفوا لوبيد اللي 4 مترات فقط البنات، يعني راه هو المتر تاعو بالفرانك يعني رخيص خلاص، يعني حاجه رخيصه وباهيه. نتمنى يكون اللي عجبكم البنات، ما قال غير نقول لكم بقاو على خير في فيديو اخر باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.